الإمام يقرأ من وسط سورة في الركعة الأولى ثم يقرأ من وسط سورة أخرى قبلها في الركعة الثانية أو آيات في نفس السورة. على كل حال الترتيب يعني أمر مندوب إليه، لكنه ليس بشرط ولا يقدح في صحة الصلاة، فهون عليك، الأمر في ذلك واسع يا رعاك الله، بارك الله فيك. يعني هذا ليس تنكيس، ليس التنكيس المزموم المنهي عنه، بارك الله فيك.